اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات الاطباء. دايما كنا بنسمع جمله كده، الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. كنا بنسمعها واحنا صغيرين، يمكن في حملات التطعيم ما كناش مستوعبين ايه صحه وايه تاج وفوق راسي. بس في وجود مسؤول مهمته الاولى والاخيره هي صحه المواطن والاهتمام بيها، كان لازم نسلط الضوء على هذا الرجل. معنا ومعكم اليوم صاحب الرصيد الاكبر من الانجازات في مجال الصحه والسكان والحاصل على وسام الفنون والعلوم من الدرجه الاولى، وسام النيل، وهو اعلى وسام في مصر. معنا ومعكم اليوم وزير الصحه والسكان الاسبق استاذ دكتور محمد تاج الدين، محمد عوض تاج الدين، استاذ الامراض الصدريه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزير الصحه والسكان الاسبق، رئيس الجمعيه المصريه للامراض الصدريه. كلنا فخر بوجودك النهارده. الله يخليك يا فندم، متشكر قوي قوي. اهلا بحضرتك ومنور. سعيد ان انا اكون مع حضرتك النهارده. اهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. اول حاجه يا دكتور، دايما عايزين نغتنم الفرصه لوجود حضرتك ونسال مبدئيا على التطورات في الكوادر الصحيه في مصر، رايك فيها يا دكتور؟ والله انا شايف حضرتك بمعايشتي فتره طويله جدا كطبيب وكاستاذ وكرئيس جامعه و مشرف على المستشفيات الجامعيه ثم كوزير الصحه والسكان، ان الطب في مصر كمنظومه بيتحسن ويتطور بسرعه جدا، ويمكن اهم من هذا سيادتك انه يتواكب جدا مع كل ما هو جديد في العالم. يعني الدكاتره في مصر والاطباء في مصر قدروا يوطنوا كل ما هو جديد في مجال التشخيص والعلاج، كلهم في تخصصه، كلهم في تخصصه. ويمكن ساعات الناس بتشكو من بعض القصور في تقديم الخدمة، يمكن لنقص الإمكانيات، يمكن لعدم وجود مثلا بعض الخدمات في بعض الأماكن. لكن حضرتك السؤال العام على مستوى مصر، أنا أعتقد بشدة أن مستوى الخدمة الطبية في مصر أو الكوادر الطبية جيد جدا. طب دكتور محمد، احنا دايما بنقول ان احنا عايزين نحط بلان مستقبليه، وعايزين يبقى عندنا بلان وفيجن ورؤيه واضحه. امتى ممكن نقول ان احنا هيكون عندنا نظام المفوضيه او وضع سياسه مستقبليه للصحه في مصر؟ وشدك في حاجه قائمه فعلا، واعتقد ان السيده الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه الحاليه في يعني عرضت ان هي تنشطها وتجددها وتبرز دورها ما يسمى مجلس الصحة. مجلس الصحة بيشمل تحت رئاسة السيدة وزيرة الصحة كل الخبراء والمسؤولين عن تقديم الخدمة الصحية في مصر في مختلف المجالات. وفي مجلس قومي وفي مجالس على مستوى المحافظات. إذا نشط دور هذا المجلس وهذه المؤسسات، أعتقد تقدر تحط خطة قومية وخطة إقليمية في كل إقليم للخدمات الصحية في هذا المكان. يوازي هذا سيادتك بدء أو اقتراب بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، اللي هو على بعد عدة سنوات هيطبق على مصر كلها. وأعتقد هو دي خطوة ناجحة وخطوة مهمة، لأن الخدمة الصحية بقت مكلفة. فوجود تأمين صحي يضمن للمواطن أن يتلقى الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية بجودة وبسهولة ويسر ودون أعباء شديدة عليه، دي نقطة مهمة. شايف إعادة هيكلة لنظام التأمين الصحي في مصر بيحصل دلوقتي؟ هو طبعا النظام الشامل، هو في تأمين صحي قائم بس ده بيغطي حوالي حاجة و50% من المصريين. إنما هذه المنظومة القديمة الحقيقة حضرتك كانت لا تلقى رضاء من المنتفعين ولا من مقدمي الخدمة. يعني سيادتك حتى الأطباء، حتى التمريض، حتى العاملين ما كانوش بياخدوا ما يوازي الجهد الذي يبذل في الخدمة الصحية. فأعتقد النظام الجديد بمشاركة المواطنين والجهات اللي هتزود من دخل التأمين الصحي هيرفع من مستوى الأداء في التأمين الصحي. وعلى فكرة التأمين الصحي الحالي في الفترة الحالية، السيدة رئيسة هيئة التأمين الصحي دكتورة سهير عبد الحميد الحقيقة بدأت تبذل جهد في تحسين إمكانيات وطاقات وقدرات التأمين الصحي. فده طبعا بيسعد المواطنين. يعني إن أي سيادتك، أي واحد فينا وأي واحد في البلد معرض أن يحتاج خدمة صحية عاجلة أو آجلة في أي وقت، فلازم يجدها بسهولة ويسر وعلى جودة كبيرة جدا ترضي المواطن وترضي فعلا اللي بيقدم الخدمة. هي دي النقطة، لأن
لن يتحسن الأداء في التأمين الصحي إلا برضاء مقدم الخدمة ثم المواطن. طب دكتور محمد، احنا بنقول دلوقتي لو نظام المفوضية اتطبق في مصر، هل ده هيلتزم بيه كل الوزراء؟ مجلس الصحة هيلتزم بيه الخطة دي، هيلتزم بيها كل الوزراء ومع تغيير الوزراء ولا لا؟ بالظبط، خطة دائمة. خطة دائمة وبجدول زمني معين وبأسلوب معين وبخطط في كل المجالات هترضي الجميع. طب تحت رعاية الرئيس السيسي دلوقتي بيحصل مبادرات كتيرة جدا جدا، منها 100 مليون صحة لعلاج أو مكافحة فيروس سي على نطاق كبير جدا جدا. رأيك في هذه النوعية من المبادرات دكتور محمد؟ حقيقة أنا سعيد جدا بهذه المبادرة. ليه؟ حضرتك إحنا قعدنا فترة زمنية طويلة في مصر نعاني من أمراض مزمنة. صح. كل كانت تعاني منها مصر. طبعا البلهارسيا والإنكلوستوما والإسكارس والدفتيريا، كل الكلام ده كانت أمراض. أنا عايز أقول لحك كلمة يمكن بتقصف عمر المصريين. يعني سيادتك إحنا كنا في فترة زمنية سابقة قديمة كان عمر متوسط عمر المصري 45 سنة 50 سنة. النهاردة بالإحصائيات الجديدة آخر إحصائية 71 72 سنة. هو ده جه منين؟ ده جه من القضاء على كثيرا من الأمراض المزمنة. الأمراض التانية دي يعني كانت أمراض معدية. كانت يعني البلهارسيا كانت مشكله كبيره جدا. مرة تانية الدرن، احنا النهارده بنتكلم على ان احنا ان شاء الله نقضي على مرض الدرن في مصر. فسيادتك هذه الامراض ليها خطط وبدا نتخلص منها. احنا ما عندناش ملاريا، ما عندناش دفتيريا، الامراض الطفيليه قلت جدا دي حقيقة. البلهارسيا بقت اقل من 1%، يمكن اقل من 0.5%. ده بالعلاج الجموعي لطب عده سنوات. التطعيمات أدت دور كبير جدا في القضاء على كثير من الأمراض. تمام. اللي بيتكلم عليه النهارده 100 مليون صحة دي هي الأمراض بيقول عليها الأمراض السارية وأمراض الغير السارية. الأمراض السارية اللي بقت مشكلة حقيقية دلوقتي اللي بيعاني منها المجتمع المصري هي ارتفاع الضغط. صح. السكر. الكومن أو الشريحة كبيرة جدا من المواطنين. الأورام. فسيادتك عندما ندخل في هذا في يعني القصة أو الفكر في هذه القضية إن إحنا إزاي نمنع المرض وإزاي كوقاية. والتشخيص المبكر للأمراض بيعني ضمان شفاء وضمان عدم وجود مضاعفات وعدم تكلفة باهظة في التشخيص والعلاج. أنا شايفة يعني نشاط كبير جداً من اتجاه الدولة جداً. زي 100 مليون صحة وحملات اللي هي سرطان الثدي والتوعية. أنا شايفة فعلاً يعني نسبة كبيرة جداً من الامبروفمنت والتحسين في مجال الصحة. وعايزة انتقل لجزئين، ودي عايزة توعية حضرتك لأن كثيراً من الأشخاص بيخاف يكشف، مش عايز يعرف هو عنده مرض. طب ما أنت لو سبت المرض وتفاقم يعني هل تعرفي سيادتك أن السببين الأساسيين للفشل الكلوي هم السكر والضغط؟ اوكي. الناس ساعات تقول لك الميه ومش الميه. بالظبط. الميه اللي بنشربها وكل الكلام ده هم اهم السببين. يؤدوا عدم السيطره على مرض السكر او عدم اكتشافه، ومع الاسف هو كتير جدا احنا بنكتشف المرضى بالصدفه. نفس الشيء بالنسبه للضغط. في اعراض معينه مثلا بنكتشف بالصدفه ان المريض ده بيعاني. يصحى بالليل يتبول كثيرا. ريقه بينشف وحتى ما يروحش. هو بيفسرها باسباب اخرى. نفس الشيء الضغط. ده بيسموه عالميا القاتل الصامت. دي حقيقة. لأن بيرتفع وينزل، وهو في كلمة اسمها ليبايل دي أنا متغير. فسيادتك ممكن واحد يقيسه النهارده ليه 130 على 80، بعد الظهر يبقى 170. فده هذا التغير يخلي العام ما يعرفش إن عنده ضغط. فالقضية إن إحنا ندور على الأمراض السمنة. احنا سمنة شعب دي باب يعني لأكثر من 52 مرض. بالظبط. هي دي كمان هما الاثنين دول السمنة تؤدي للضغط والسكر، المتلازمة طبعا بتاعتها السكر. طب انا عايزة بقى استغل وجود حضرتك ومجال او تخصص الامراض الصدرية، وعايزة ناس كتيرة جدا عايزانا نتكلم على الموضوع ده، وهو مرض يمكن الناس شايفاه ده حاجة بسيطة وحاجة سهلة وباخد العلاج مني لنفسي او من الصيدلي، وهي مشكلة الانفلونزا عامة. في ناس كتيره بتبقى عايزه تعرف هو انا بشخص نفسي لنفسي، انا مش شايف ان ده مرض ان احنا نتكلم عليه. رايك في كونسبت زي ده او مفهوم زي ده يا دكتور؟ شوفي حضرتك انا حتى مش هاخدها على مستوى العامه. انا لما بروح اقدم محاضره او اتكلم في مؤتمر علمي طبي عن الانفلونزا بقول لهم اول جمله بقولها انا بحترم جدا مرض الانفلونزا.
وخاف منه جدا. ليه بقى يا دكتور؟ لان سيادتك الانفلونزا صحيح في الغالبية العظمى بيجي بسيط ويخف في 3-4 ايام اسبوع. حتى هو حالتك الانفلونزا كفيروس وكمرض انا بقول لهم لو انت عالجته بيقعد اسبوع، لو ما عالجتوش يقعد 7 ايام. يعني لان الاعراض عامة، انت ما فيش حاجة معينة بتديها للمريض. فشوية عطس ورشح وشوية سعال، ارتفاع. احنا بنشخص نفسنا بالظبط. فلانه في كثيرا من الاحيان او في معظم الناس بيعدي بدون مشاكل، فالناس بتعتبره حاجه بسيطه. حتى سيادتك لو انت بتعملي في حته ورحتي قلتي للمعالج اديني اجازه عشان عندي انفلونزا، ايه يا شيخ دي انفلونزا دي بسيطه؟ حاجه بسيطه. مفيش. وصاحب العمل يقول لك لا ما تغيبيش عشان انفلونزا. مع الاسف الشديد هذا المرض الذي قد يظهر في مظهره انه بسيط، وهو بسيط في معظم الحالات، قد يؤدي الى مضاعفات خطيره. واكثر مضاعفات بتيجي في الجهاز التنفسي. اوكي. واخطرها الالتهاب الرئوي. التهاب الرئوي. منظمه الصحه العالميه لغايه السنه اللي فاتت رصدت عالميا، عشان بس الناس ما تفكرش محليا، عدد الوفيات الناتجه مباشره من الانفلونزا 500,000 حاله. وفاه. نص مليون وفاه. سبب مباشر للانفلونزا. طب احنا لو بنتكلم على كورسز وقايه، يعني احنا دايما بنقول ما نستناش لما المرض يحصل او نتكلم على التشخيص المبكر، لو انا عايز اعمل زي كورسز وقايه لنفسي، في وقايه بسيطه جدا وغير مكلفه ويعني عاديه نقدر نعملها ونتفادى بها المرض، وفي وقايه اخرى عن طريق التطعيم لمجموعه من الناس هقول لحضرتك عليهم. الوقايه البسيطه ان انا المريض الانفلونزا عندما يصاب بالمرض وهيبدا يعطس ويرشح ويكح والكلام ده كله، اول حاجه يعملها انه يستخدم منديل يحطه على الفم والانف. أوكي. حتى لا ينشر المرض. وطبعا حقيقه الانفلونزا عايز اقول ايه، هي مش مرض شتوي، هي ممكن تيجي في الصيف والشتاء. دي حقيقه. انما بتكتر في الشتاء ليه؟ عشان الدنيا مكنكنه. اوكي. حضرتك الناس قاعده في فصل مقفول، كلوزد اريز، في اتوبيس مقفول، في مكتب مقفول، مفيش تهويه. والاستاذ اللي عنده انفلونزا بيقفل على نفسه اكتر بقى، عطستين يعدي الباقيين. بالظبط، دي حقيقه. مش كده وبس، قام من بعد العطس راح الحمام. أوكي. مسك ايد الحنفيه. ينقل المرض. مسك اكله الباب. فبعض الوقايه بالميه والصابون والعطس في المنديل وعدم العطس في وجود الناس يقي ناس كثيرين من هذا المرض. عشان كده انا بقول لما تشخص او تقابل واحد عنده انفلونزا او زكام، وانت تقدر كصاحب عمل او كدكتور بتوصف له الاجازه، اديله اجازه لسببين. ما تستهونش بالموضوع. نمره واحد، هتمنعه انه يعدي ناس تانيين، فبدل ما انت هتتكلف واحد هيبقوا 10. بالظبط. وثانيا تمنع عنه المضاعفات اللي هي قد تكون سيادتك مضاعفات خطيره. ممكن تبقى التهاب في الزور، قصبه الهوائيه، الشعب الهوائية، ممكن تبقى التهاب رئوي. وقد يكون في بعض الأحيان التهاب رئوي شديد يؤدي لفشل تنفسي. فشل تنفسي خصوصا بقى لو ناس عندهم أمراض أخرى بتقلل المناعة أو مقاومة الجسم. زي إيه؟ زي إيه؟ زي أمراض الصدر المزمنة، ربو، حساسية الصدر هو الربو الشعبي، انسداد الشعب الهوائية اللي هي السدة الرئوية أو النزلة الشعبية الربوية، تمدد الشعب الهوائية، وجود التهابات مزمنة في الصدر، وجود أمراض قلب مزمنة، أمراض كبد مزمنة، أمراض كلى مزمنة، واحد عنده نقص مناعة لأنه هو بياخد أدوية تثبط المناعة. أوكي. وهكذا. ففي هذه الحالة هذه المجموعة من الأشخاص ومجموعتين تانية هقول لحضرتك عليهم دلوقتي بنفضل قوي نطعمهم ضد الإنفلونزا. على فكرة دي مش حاجة جديدة. احنا بنعمل كده بقالنا فترة، بس بعد ما بقى في وعي اكتر عن الانفلونزا وانتشر انواع من الانفلونزا خوفت الناس، مره انفلونزا الطيور ومره انفلونزا الخنازير. بالظبط. فاصبح التطعيم لهذه الفئات مهم جدا. طب لو اضاف اليوم بقى فئتين تانيين، ايه بقى؟ اطفال اقل من 5 سنين وكبار اقل من اكتر من 65 سنه. دول الفاكسين مثلا مش هيبقى ليه تاثير او امباكت كبير عليهم ولا العكس؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا التطعيمات نوعين. تطعيمات تدي مناعة كاملة. أوكي. وسوليد وما المرض ما يجيش، وتطعيمات تدي مناعة جزئية وتقلل من أعراض المرض وشدته ومضاعفاته، منها الإنفلونزا. تغيير فكر
الأسرة المصرية بيعتمد على إيه؟ لا هي التوعية. التوعية فقط. شوفي حضرتك إحنا عندنا مكون أساسي. إيه بقى؟ في أما بنتكلم على الأمراض وقاية وعلاج. صح. بنتكلم بيشنت، البيشنت اللي هو مين؟ المريض. وفاميلي إديوكيشن اللي هي الأسرة. أساس الأسرة. يعني هديكي مثل بسيط قوي. طفل عنده حساسية في صدره. خدت بال حضرتك؟ الطفل ده لن ينصلح حاله بروشته. أوكي. لازم تعاون كامل ما بين الطبيب وما بين ثقافة الأسرة اللي لازم تتغير. ولازم نفهم الأسرة كيفية التعامل مع هذا المريض ورعايته إزاي، ونحط له ما يسمى خطة بديلة للعلاج في الظروف العاجلة. وبرضه دايما بنقول ده بينطبق سيادتك على الصدر، على امراض كتيرة جدا جدا يا دكتور، على السكر، على السكر، وعلى على امراض كتيرة ان شاء الله باذن الله. الحديث بقيه، وانا بشكرك، وقبل ما اشكرك لوجودك معانا النهارده انا بشكرك على مجهوداتك ودورك التوعوي والعظيم في مصر والوطن العربي. بشكرك لوجودك معانا النهارده. شكرا على استضافه سيادتك. بشكرك يا دكتور. بشكر استاذ دكتور محمد عوض تاج الدين، استاذ الامراض الصدريه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزير الصحه والسكان الاسبق، رئيس الجمعيه المصريه للامراض الصدريه. بشكرك مره اخرى دكتور محمد. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.